أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري على عمق العلاقات بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأعرب الجبري خلال لقائه الوفد الإعلامي والصحفي الأردني والذي يزور البلاد عن تقديره الفاعل للدور الذي تقوم به نقابة الصحافة الأردنية في دعم وتوحيد الصف العربي وتسليط الضوء على قضاياه المستحقة بكل مهنية وإنصاف، مشيدا كذلك بدور الصحافة الأردنية الكبير في دعم سياسة دولة الكويت تجاه مجمل القضايا وعلى كافة المستويات.